وإذا أردت أن تعرف حالنا وحالهم فانظر إلى حالك أثناء استذكارك لاختباراتك في مقرراتك الدراسية النظامية، فإنك تجد فيها من الإقبال وشدة الطلب معنى لا تجده في غيره. وكانت تلك حالهم رحمهم الله تعالى، فإنهم كانوا يحفظون ويتذاكرون ويطالعون، ولهم نهمة شديدة في ذلك دون ملاحظة حال امتحان ترجى إليها فصل أحوالهم في الدنيا، وإنما كان طلبهم للعلم لذة وتنعما به دون سائق يسوقهم إليه بمثل ما يساق إليه الناس من الترغيب والترهيب في الدراسة النظامية. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم متحليا بطريقة السلف رحمهم الله تعالى في شدة حرصه وطلبه للعلم، فإن المرء إذا كان له شهوة في العلم أعانه ذلك على فهمه، فإن المرء إذا لم تكن له شهوة وميل لم يستطع الفهم، وإذا كان له شهوة وإرادة وميل ورغبة فيما يطلب كان ذلك من أعظم ما يعينه على تحصيل مقصوده. وإذا حجب الإنسان عن هذه الشهوة والطلبة فإنه لا ينال مقصوده مما طلب. وقد لقيت رجلا أقام 30 سنة في ألمانيا وهو لا يحسن إلا ألفاظا يسيرة من اللغة الألمانية، فسألته كيف عشت هناك ولم تتعلم اللغة؟ فقال إن الإنسان إذا لم تكن له إرادة لم يتعلم. وصدق، فإن هذا الرجل لم تكن له إرادة في تعلم تلك اللغة ولا رغبة فيها فلم يتعلمها. فإذا كان للإنسان رغبة وإرادة وميل وشهوة في طلب شيء ما حصله، ومن جملة ذلك العلم، فينبغي أن يذكي الإنسان في قلبه شهوة طلبه، وأن يؤنس التلذذ بهذه اللذة العظيمة في تفتيش العلم وجمعه، فإنها من أعظم اللذات النفسانية.